ثلاث حاجات رائعة بيعملها القرآن في قلبك وروحك وعقلك. ثلاث حاجات جوه الإنسان، القلب، الروح، العقل، هما الإنسان كله. القرآن بيعمل مع كل واحدة من التلاتة أثر عجيب، أثر رائع. اولا عشان احكي لك القران بيعمل مع كل واحده من الثلاثه ايه، فتتشجع، وهو ده هدف الكلمه، ان انت تقرا القران فتبقى حياتك احسن واحسن واحسن، حياتك القلبيه احسن، وحياتك الروحيه احسن، وحياتك العقليه احسن. لازم تفتكر معايا ان القران كلام الله. لا، كلام الله، القران كلام الله، كلمه الله الاخيره الى البشريه. انت ساعات بتنسى الحقيقه البديهيه دي، ربنا بيكلمك، ودي آخر كلمة من السماء إلى الأرض. علشان كده كان الصحابة أول ما يسمعوا يا أيها الذين آمنوا، أيوة يا رب، عايز تقول لي إيه يا رب؟ كان الصحابة يفتحوا القرآن ويقول أشوف ربنا عايز يقول لي إيه النهاردة. لا، دي طريقة تعامل مختلفة. طريقة التعامل دي لو اتعاملت مع القرآن، ربنا بيكلمني، يا ترى هيقول لي إيه النهاردة، هتفرق في قلبك وروحك وعقلك. ثلاث حاجات، تعالوا نمسك واحدة واحدة. القرآن بيعمل إيه في قلبك؟ بينظف قلبك من جوه. يعني إيه بينظف قلبي من جوه؟ بينظف قلبك من الغل بقى والحقد والحسد، بينظف قلبك من الوساوس، بينظف قلبك من الكراهية، بينظف قلبي، يخلي قلبك سليم، الله، نقي جدا جدا جدا. قصة ده ما خفيف جدا، إن شاب راح لشيخ من علماء المسلمين، قصة حقيقية، من علماء المسلمين القدامى، وقال له أنا بقرأ القرآن بس بقعد اقرا 10 صفحات، في الاخر انا ما طلعتش بحاجه، يعني ما طلعتش بقى ايه المطلوب، او مش حاسس ان انا طلعت بحاجه. قال له بتقرا باحساس؟ قال له بحاول اقرا باحساس. قال له طب الله يخليك، بس طلب منك طلب وايه، وغير الموضوع خالص، انا عندي القفه دي، عارف القفه اللي بيتحط فيها البيض وبيتحط فيها الفاكهه وكده، يعني سله، خدها اغسلها لي في النهر لان القعر بتاعها مش نظيف خالص. فالولد خدها وقام رايح النهر، وقام حاطط السله في النهر، وقام راجع له قال له شايف كانت عامله ازاي؟ اهي نطفت، عندي بقى سله تانية برضو لو سمحت تعمل فيها كده تاني، السله من تحت مش نظيفه خالص، مليانه حاجات مش نظيفه نتيجه اكل وحاجات زي كده، دخلها النهر طلعت نظيفه خالص. قال له القرآن هو النهر. قبل ما تدخل النهر قلبك مليان مشاكل، هموم الحياة وأوجاع الحياة، قلق وخوف وتوتر وكراهية شوية وغل شوية، تقرأ القرآن، القرآن عمال يعدي على قلبك زي مية النهر عمال ينظف. انت ممكن ما تكونش طلعت بحاجة، بس الحقيقة ان قلبك اكثر نظافة لسبب بسيط جدا، انك قريت كلام الله. ربنا خالق الكون بيكلم قلبك، أكيد قلبك يبقى أكثر نقاوة. فأنت طول ما أنت بتقرأ قرآن عمال بتعدي على آيات بتكلمك عن الأخلاق، فأنت من غير ما تضرب عقلك الباطن بيرسخ فيه إذ جاء ربه بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، محدش يغتاب حد. أنت عملت نظف وأنت مش واخد بالك، لأن كلام الله عمال يسري في قلبك وينظفه زي فكرة السلة اللي أنا حكيت لك عنها. هكذا ينقي القرآن قلبك. طب وروحك؟ القرآن روح فوق روحك عند اليأس، القرآن روح فوق روحك عند اليأس. لما روحك تهمد قوي وتشعر باليأس قوي 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 قوي، شغلة القرآن ايه؟ يمدك بروح إضافية، خد روح فوق روحك. شوفوا الآية بتقولك ايه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يعني ايه؟ مش انت عندك روح والقرآن روح إضافية، ساعة اليأس تقويك. ليه؟ لأنك وانت بتقرأ القرآن بتمر على عظمة الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل عما تعملون. طول ما انت بتقرأ في القرآن بتقرأ عن قدرة ربنا وعظمة ربنا. تقرأ قصة سيدنا يوسف و
ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافرون هنا بمعنى الجاحدون. إيه ها، طول ما أنت بتقرأ في القرآن ها اجمد، والأمر كله بيد الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو ربنا كتب لك الفتح ما فيش البشر كلهم يقدروا يوقفوك، ما حدش يقدر يمنع نجاحك أو الفلوس اللي جايه لك، ما حدش يقدر يوقف جوازتك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. مين اللي حامي السماوات والأرض وإنت مخاوف هيحصل زلازل وهيحصل براكين والأرض هتتهد؟ ربنا ماسك الكون. معناها إيه؟ معناها روح فوق روحك ساعة ما تخاف، ساعة ما تيأس. شفتوا بيتعامل مع روحك إزاي؟ يبقى بيتعامل مع قلبك بتنقية القلب بالأخلاق اللي موجودة في القرآن، وبيتعامل مع روحك بأنه بيزود روحك، روح فوق روحك عند اليأس بعظمة ربنا وقدرته في الكون. الأخيرة، وبيتعامل مع عقلك بإيه؟ إمتاع العقل. يعني إيه إمتاع العقل؟ حاجة لازم تعرفوها في الحياة، الإنسان يعشق إمتاع عقله. طب والقرآن إيه علاقته بإمتاع عقله؟ تدخل تقرأ ما أنتش فاهم القرآن بيقول إيه؟ أنا بقرأ القرآن ما بفهمش حاجة، لكن تقرأ بنية إنك عايز تحس بكلام ربنا، بس بالنية ناوي تفعل إحساسك باللي بتقراه. وإنت ضعيف في العربي ومعلوماتك في العربي ضعيفة وبتقول بقرأ القرآن ما بفهمش حاجة، بس تحرك النية دي. إيه ده؟ أنا بدأت أفهم. إمتاع عقلي رهيب، أنا بدأت أحس بالكلام. طب وإيه الدليل على كلامك ده؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني إيه هل من مدكر؟ يعني هل من حد عايز يحس باللي بيقراه؟ هيبص يلاقينا يسرنا القرآن للذكر. ممكن تجرب لمدة أسبوعين تقرأ القرآن بنية أنا عايز أحس باللي بقراه، هتلاقي نفسك فهمت 70% من القرآن. لأن 70% من القرآن يا إما قصص الأنبياء، يا إما بيتكلم على عظمة ربنا في الكون، يا إما بيتكلم على أسماء الله الحسنى، يا إما بيتكلم على الأخلاق، يا إما بيتكلم، و30% مش هتفهمه، مفيش مشكلة، لكن هتلاقي نفسك ايه ده انا بدات افهم. فيبدا عقلك ينبسط، الله ده انا ما كنتش فاهم حاجه خالص، انا بدات افهم. القران بيغذي الثلاثه، حياه احسن لقلبك وروحك وعقلك مع قراءه القران. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.